يحاول محمد جاهدا سحب المياه من خيمته الغارقة بعد أن اجتاحتها الأمطار الغزيرة، ولكن دون فائدة. استمرار تهطل الأمطار وتسرب المياه إلى خيمته أتلف معظم ممتلكاته، ولا سبيل له إلا التعايش مع وضعه الجديد. نحن مبارح بالليل صارت عنا مطر كثير كبيرة، صارت شوي شوي شوي، وإحنا نايمين ما حسينا إلا المي صارت جوانا. فيأنا وكلياتنا صرنا نبرك على زاوية الخيمة نشيل الشادر لون المي تحته كثيرة. فما عدنا عارف إحنا كل سنة عم نعدي بهذا الشيء، وضعنا صعب كثير وما عارفين وين بدنا نروح. الأمطار والسيول تسببت في قطع الطرق وغلقها أمام الحركة في مخيم وطن شمال إدلب، ما صعب على الأهالي تأمين احتياجاتهم من خارج المخيم. تعرض أكثر من 50 مخيما شمال غربي سوريا لأضرار كبيرة جراء استمرار تساقط الأمطار، كما تضررت عشرات الخيام وانهار بعضها بسبب الرياح والمياه المتسربة. هاي خيمة بتكتف فيها، طلعوا يا ناس يا عالم علينا، بس انه نحن قاعدين في مخيم هون الوطن شو صاير فينا، بدنا حدا يحس فينا ويشعر في ألمنا، يشعر في ألم هالناس اللي ساكني في هالخيام الموجودة. لم يكن هذا الشتاء الأول الذي يقضيه السوريون في مخيمات النزوح، لكن الفصل الحالي ينذر بأن يكون أقسى من سابقيه، فمظاهر الفقر والمعاناة تحيط بهم من كل جانب. تتجدد معاناة النازحين السوريين في كل عام، معاناة بدأت قبل سنوات ولا بوادر لنهايتها، ولا جريد في هذا العام سوى ارتفاع أعداد النازحين والمخيمات المتضررة، لتبقى كل تلك المآسي حبيسة صدور تقهرها قلة الحيلة. خالد البي، العربي، من مخيم وطن غرب إدلب.